وفي ذات الملف وبعد انتهاء مرحلة الفراغ القانوني بصلاح الدين وانتخاب مرشح حزب الجماهير الوطنية بدر محمود الفحل محافظا، يتطلع أعضاء المجلس لاستكمال المناصب الشاغرة والتوجه بالإجماع إلى استكمال المشاريع المتلكئة من أجل طمأنة المواطنين بأن الحكومة المحلية ستكون خدمية تلبي تطلعات أهالي جميع نواحي وأقضية المحافظة. للتعاون في إدارة المحافظة صلاح الدين وإشراف اليوم تم انسحاب عدد من المرشحين وتم التصويت اليوم على مرشح حزب الجماهير السيد بدر محمود الفحل. نبارك له هذا المكان، لكن قبل كل شيء هذه أمانة على السيد بدر محمود الفحل أن يتحمل هذه الأمانة، لأن حقيقة محافظة صلاح الدين مثقلة بالملفات الشائكة، بالملفات العالقة مع بغداد مع الوزارات. يجب أن يتناول هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بعد إصدار المرسوم الجمهوري له من قبل رئاسة الجمهورية ومزاولة أعماله كمحافظ لمحافظة صلاح الدين. نحن سنتعاون معه كأعضاء مجلس محافظة من أجل تذليل كل الصعوبات والمشاكل أمام أهلنا في المحافظة، لأنه حقيقة تحتاج محافظة صلاح الدين العمل الجاد وكذلك متابعة كل الأمور الخاصة بمشاريع محافظة صلاح الدين المتلكئة والتي هي قيد الإنجاز والمشاريع المستمرة. أن السيد بدر هو مرشح لكتلة الجماهير الوطنية وهو استحقاق كتلة الجماهير، كون منصب المحافظ من استحقاقه، وتمت الاختيار بأغلبية مطلقة وأريحية جدا، كون الشخصية المقترحة من قبل كتلة الجماهير هو شخصية محترمة وقادر على النهوض بواقع المحافظة وتلبية طموح أبنائها. حقيقة كل الكتل السياسية متفقة على هذه الشخصية وكذلك متفائلة جدا بأنه سيكون هناك مستقبل مختلف لهذه المحافظة عما كانت عليه. أما يخص المناصب المعلقة حقيقة بعد الاتفاقات السياسية في القريب العاجل سنمضي نحو اختيار الأشخاص الكفؤين لهذه المناصب، سواء كان نواب المحافظة أو مديريات العمل الموجودة في المحافظة، وسيعقد المجلس جلساته لإكمال الكابينة الحكومية في محافظة صلاح الدين. كان جوا إيجابيا، لم تشوبه أي خروقات، حضرت جميع الأعضاء بما فيهم السيدات والسادة من أعضاء مجلس المحافظة، والحمد لله منحنا الثقة وبتوجيه من كتلنا السياسية بمنح الثقة لأخينا وزميلنا بدر محمود الفحل محافظة لصلاح الدين. نتمنى وعشمنا به أن يخدم المحافظة من الشرقاط إلى الدجيل، لا تحكو به فيها لا مناطقية ولا عشائرية. هناك بعض المناطق معلقة لحد الآن، نعم يتم الاتفاق عليها وهناك اتفاق سياسي، كل الاتفاقات إن شاء الله ستكون بالتراضي بين الكتل ويكون يعني استحقاقات حسب المعطيات التي اتفقت عليها رئاسات الكتل.